بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في دورة مادة اللغة المرحلة الثالثة. إذا أنت كنت دور ثاني مادة اللغة، إن شاء الله كلكم تنجحون دور أول والله يشافيكم شر الدور الثاني. أو إذا كنت طالب مرحلة ثانية كلية التربية أو بعض كليات الآداب اللي تدرس كتاب اللغة، يكون لون الكتاب أحمر وأكو كتاب آخر يكون لونه أخضر مع وضع صورة الطير، يعني صورة طير يعني صغير. هيش هذا مادة علم اللغة اللينغويستكس المرحلة الثالثة. طبعا هاي الملزمة كل شيء مرتبة وراقية وعدها أسئلة، بها أسئلة وأجوبة، فراغات، تعاريف وإلى آخره. نبدي طبعا بالبداية من الشابتر الأول وهو تعريف علم اللغة. قبل لا نبدأ بتعريف علم اللغة، خلينا بشكل عام نتناقش ونتكلم عن مادة علم اللغة باللغة الإنجليزية. طلابنا الأعزاء، طبعا هاي الدورة هي راح تبدأ اليوم، ويعني الدورة هي مدفوعة بس اليوم محاضرة مجانا، يعني الكل يقدر يحضر يشوف الشرح، إذا عجبه يحب يسجل، ما عجبه راحته. مادة اللغة، لو واحد سألك قال لك شنو يعني مادة لغة، ما افتهمت يعني شنو. قبل لا أشرح لك مادة اللغة وقبل كل شيء، لازم تعرف شنو اسم المادة باللغة الإنجليزية. طبعا هو علم، وأي كلمة علم باللغة الإنجليزية تنتهي ب مثلا mathematics، mathematics رياضيات، linguistics، phonetics، أي علم من العلوم ينتهي بهذا الشكل. فlinguistics، linguistics بهذا الشكل. اسمها علم اللغة، أو يسمونها اللغويات أو اللسانيات، كلها مسميات ترجع إلى شيء واحد يسمى علم اللغة. طيب شنو يعني مادة لغة؟ من يعرف أي معلومة عنها يقدر يضرحني ويوضحني إياها؟ This is the systematic study of language. I know this is the division is already written here, but I want to know what do we mean by this. يعني بالنسبة لطالب مرحلة ثانية نجح للثالثة ما يعرف شنو هذا الكلام، يعني شنو يعني the scientific study of the language. أريد كلام واضح ومفهوم يعني بشكل عام ممكن أي شخص يفهمه. يعني أنا سألت عليها يعني الطالبات اللي نجحوا قبلنا، نجحوا المرحلة الرابعة. عفوا هذا الكلام مباشرة، تخلي لي بشكل مباشر. هي شبيهة لمادة الصوت أو طريقة تلفظ الكلمات أو الأحرف أو الأصوات. يعني هذا جانب من اللغة، مو اللغة نفسها، هذا جانب من اللغة، جانب من اللغة يسمى بحضرتك اللي هو الصوتيات أو كذا، جانب من اللغة. أما هو ما يحكي عن فقط موضوع الصوتيات، لا بالعكس، موضوع اللغة موضوع أكبر، أكبر من هذا الشيء. طبعا هم يسأل الطلاب القابلين نجحوا للرابعة، قالوا هي نفس الصوت والنحو يعني هي اللغة. صح صح كلامكم صحيح، أنا ما قلت لكم غلط، ولكن ينقصكم بعض الشيء. يتكلم عن كيفية نشوء اللغة، هذا أيضا جان. لا هي لغة التواصل أو بعض، إنه مثلا شو من ضمنها الإنسان، وهاي اللغة لها قوانين أو قواعد منذ خلق الإنسان. يس بعد نسمع من عندكم. تادي مو لغة التواصل بين الناس حتى الحيوانات أو يعني أهمات لهم البر. هذا تعريف اللغة، هذا تعريف اللغة يعني. مو علم اللغويات. والعلم اللغويات أستاذ يعني مو إنه نقول شلون نقول اللغويات تختلف عن اللي يتكلم اللغة مترجم، ما يهتم للقواعد، يهتم القواعد اللي كم مثل ما إحنا نهتم من المدرس. هو هذا يعني هم به المقارنة هيك مثال. صح كلامك، شوكو مقارنة عن مادة اللغة واللغوي والمدرس، وفرق اللغة عن اللينغويستكس عن اللانجوج،
هذا كلام صحيح، بس أنا هسه ك ك كطالب مرحلة ثانية أو كطالب مرحلة أولى أو كطالب قسم آخر، يعني لربما مو قسم لغة إنجليزية، يعني if I want to know what language means, what language means, what does language mean، شنو يعني اللغة؟ أريد أعرف، أريد أفهم شنو يعني اللغة. أكو بعض الطلاب قالوا هو الصوت. أوكي هو صح كلامك، هو جزء من الصوت، كلامك صح مو غلط. أكو ناس قالوا صوت ونحو، يعني ممكن كلامك أيضا صح ولكن بعد ينقصك بعد بعض الشيء. إيه أستاذ، هو اللغة يعني شنو؟ التواصل بين البشر. هذا تعريف اللغة مو linguistics. أنا أريد أعرف أكو language، it's the means of the communication، لغة التواصل صحيح، وسيلة التواصل هاي اللانجوج، بس linguistics، linguistics اللي هو علم اللغة، شنو المقصود به؟ هذا سؤالي. معقولة ما كحد ويانا طالب مرحلة رابعة يقدر يوضح للطالب شنو المقصود بعلم اللغة؟ ها شنو يعني linguistics؟ استاذ هو يعني مثلا يبحث عن اصل الكلمة من وردت او شلون؟ اكيد هو هذا من المورفولوجي، من النحو، هذا ايضا احنا ذكرناه. يعني الدكتور استاذ هو يعني دراسه اللغه على نحو علمي. يس، دراسه اللغه على نحو علمي، نعم صحيح كلامك. ايضا هذا جانب قوي جدا من تعريف لطيف جدا للغه. زين طلابنا الاعزاء، عن بحث عن الجواهر ومفردات وهيئات كثير. نعم طلابنا الاعزاء، اللغه ما نقدر نعرفها بسطر أو سطرين، ولكن أنا راح أنطيك عليها نظرة شاملة، أنطيك إضاءة شاملة عنها. طبعاً التعريف بالامتحان اللي هو علم اللغة is the scientific study of language، يعني الدراسة العلمية للغة، حندرس اللغة بشكل علمي أو على نحو علمي. طيب هذا هو التعريف، وتكتبه بالامتحان تأخذ عليه درجة كاملة. ولكن أنا كشخص أريد أعرف اللغة شنو يعني. طلابنا الأعزاء، اللغة هي عبارة عن دراسة أصل اللغة وكيف تكونت اللغة. اللغة بالأصل شلون تكونت؟ لغات. منين تكونت هاي اللغة؟ شلون جت؟ ما هي أصل اللغات؟ كيف تقسمت اللغات؟ هاي علم اللغة كله. طيب شلون الطفل يكتسب اللغة؟ الطفل شلون يكتسب اللغة؟ شلون يحصلها الطفل؟ شلون يتعلمها؟ هاي اللغة. الصوتيات، شلون يتكلم الواحد؟ شلون يحكي؟ شلون يسولف؟ أعضاء النطق شلون تشتغل؟ هاي اللغة. المورفولوجي، الكلمات منين جت؟ هاي الكلمة شنو أصلها؟ إنجليزي، عربي؟ شلون انتقلت لنا؟ بأي طريقة؟ شو وقت؟ ليش انتقلت؟ دراسة التاريخ، دراسة اللغة عبر سنين طويلة. اختلاف هاي اللغة عن لغة أخرى، ما الذي يوجد في هذه اللغة ولا يوجد في اللغة الأخرى؟ العلاقة ما بين اللغة والمجتمع، كيف يؤثر المجتمع على اللغة؟ كيف يؤثر الدين أو السياسة على اللغة؟ كيف تؤثر الباكجراوند، the history on the language، كيف يؤثر التاريخ، تاريخ الأمة المعينة أو تاريخ لغة معينة على اللغة نفسها؟ شلون العقل يشتغل حتى يكسب المعلومة؟ هذا كله يخص علم اللغة. أنتم منظوركم قليل مع الأسف، يعني حتى اللي دارسين قسم اللغة، اللغة الإنجليزية ودارس لينغويستكس، يجي يقول لك شنو لينغويستكس؟ يابا هي مادة صوت. غلط، احنا بمادة صوت درسنا اصل اللغة، ما درسنا بالصوت اصل اللغة، بعلم اللغة، بعلم الصوت احنا درسنا شلون الطفل يكتسب المعلومة ويحصل على معلومات جديدة
او يحصل على شلون المراحل التي من خلالها الطفل راح يكتسب مفردات وكيف راح يتكلم. درسنا هذا الشيء باللغة بالصوت؟ لا ما درسنا. درسنا باللغة اختلاف لغة التواصل الانسان على الحيوان؟ لا ما درسنا. هذا لغة الحيوان ولغة الانسان، الاختلاف بين لغة الانسان ولغة الحيوان هذا كلتها يختص بدراسة علم اللغة. يعني اقدر انطيكم ملخص بخمس كلمات لمادة اللغة. شنو هو؟ كيف تعمل اللغة؟ كيف تعمل اللغة؟ هذا هو بس. هذا هو نقدر نقول عليه كيف تعمل، شلون تشتغل اللغة؟ من أين؟ شلون هي اللغة شلون تشتغل؟ هذا الكلام يشمل كل شيء تعريف، يعني يشمل الصوت شلون تشتغل، يشمل شلون تكونت، هذا شلون تشتغل اللغة، اختلافها تشتغل عن هذه اللغة عن لغة أخرى، شلون اشتغلت هاي اللغة كتكوين، شلون تكونت، شلون انتقلت عند الطفل، شلون اللغة اشتغلت بمنطقة معينة واختلفت في مناطق أخرى. يعني مثل اللغة الإنجليزية، شلون احنا عشان نقول أصلها كانت اللغة اللاتينية. احنا نعم، هو هذا هو هذا العلم اللي احنا نسميه لينغويستكس. أصل اللغات من أين جاء؟ يعني كيف تقسمت اللغات، أو كيف تقسمت اللغة الإنجليزية، منين جاءت؟ علماء اللغة تشومسكي و ال نعم العلماء الآخرين، ديسسير أيضا، العالم ديسسير أيضا، هذا كل ما كل ما في الحقيقة جميع اللغات كانت على شكل صور. حتى اللغة الخط المسماري أو الخط الهيروغليفي اللي هو في إيجيبت كان عبارة عن صور، يعني عبارة عن إيمجز، مجموعة صور، وبعدين مرور الزمن تحول وتغير إلى أن وصل ما هو عليه اليوم. فهذا هو بالنسبة لمادة اللغة. نجي الآن إلى المحور الثاني اللي موجود أيضا في محورنا لهذا اليوم. في الحقيقة مادة اللغة في الحقيقة مادة اللغة تحتاج إلى اطلاع وفهم. يعني أنا لازم أفهم قبل لا أحفظ، لازم أفهم على مود أعرف شنو الشيء اللي راح أحفظه. إذن كيف أقرأ، كيف أفهم اللغة، أو كيف أحفظ، أو كيف أقرأ مادة اللغة؟ أولا فهم، ثانيا اطلاع، ثالثا حفظ التعاريف الواضحة والمهمة، حفظ التعاريف الواضحة والمهمة. طبعا هذه الملاحظات كلها اكتبوها يعني تفيدكم. كذلك البحث على أسئلة سابقة والاطلاع على أسئلة لسنين سابقة، هذا الشيء كلش راح يساعدكم وراح يعلمك شلون تقرأ المادة، وأيضا المتابعة مع أستاذ المادة أول بأول، هذا الشيء جدا جدا مهم. طبعا هذا شلون تقرأ المادة بشكل عام. هل المادة حفظ أم فهم؟ هل المادة حفظ أم فهم؟ إذا أنت طالب مستواك ضعيف وما عندك لغة، ما تعرف تحكي، فهي بالنسبة لك حفظ 90%، ولكن لازم تفهم قبل لا تحفظ. إذا أنت طالب مستواك زين وذكي، فهي حفظ بنسبة 50%. ليش؟ لأن حتى لو كنت مستواك قوي جدا باللغة الإنجليزية ومتحدث جيد، هذا علم، هذا مو محادثة، هذا علم يريد من عندك تفهم براسك وتفهم الأحداث والتواريخ ومفردات. فهذا علم مو فهم، علم، فهو بنسبة حفظ كبيرة جدا. لذلك أنا أعطيت نسبة حفظ للطالب الجيد 50%، والخمسين الثانية على فهمه وعلى قدرته على التعبير، والطالب اللي ضعيف أعطيته نسبة 90% حفظ، لأنه هو ما راح يقدر يفهم قد ما هو راح يفهم. حتى لو راح يفهم يحتاج يحفظ لما يقدر يعبر. فهذا هو ملخص عام وتعريف عام عن مادة اللغة وكيف نقرأ مادة اللغة وهل هي حفظ أم فهم. أعتقد غطيت الموضوع، وأنا حاضر لأي أسئلة أو استفسارات.